هناخد النهارده بقى ان شاء الله ربنا يوفقنا كده، وناخد المتقاربين ونخلص كمان المتجانسين. تمام، احنا عرفنا المره اللي فاتت المثلين يعني حرفين متفقين في المخرج وفي ايه وفي الصفات كل حاجه، لان هو نفس الحرف بس متكرر. تمام، علشان كده ايه، علشان كده يبقى يعتبر ايه، يعتبر بيسموه مثلين او متماثلين، يعني شبه مثل الحرف. يعني ايه بقى متقاربين؟ اهو البيت بتاعها، وان يكون مخرجا تقاربا، يعني مخرجين عندنا متقاربين. تمام، المخرج ده قريب من المخرج ده، واحنا عرفنا المره اللي فاتت يعني ايه تجانس مخرج ويعني ايه تقارب مخرج. لو محدش فاكرها نرجع لها تاني، انا ما عنديش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ده كده اقصى الحلق في حروفه همزه وهاء ما بينهم تجانس للمخرج، لان بيطلعوا من نفس المخرج. اما لو حد سالك وقال لك الهمزه والعين، تقول له ايه؟ تقول له تقارب، لان دي مرتبه ودي مرتبه، يبقى ده قريبين من بعض. طب العين والغين؟ تقول له ده تقارب، لان ده مرتبه وده مرتبه. في واحد بقى ايه؟ قال لك انا هختصرها لكم، اي مخرج لو عملت فيه خط افقي يعني مربع افقي كده كل الحروف اللي موجوده فيه يبقى ما بينهم تجانس. اي مخرج لو عملت فيه خط راسي الحروف المشتركه في المخارج، المراتب المخارج دي كلها ما بينها تقارب. تمام، يبقى الخط الافقي يعني حروف المخرج الواحد ما بينهم ايه، تجانس اتحاد في المخرج. اما حروف المخارج المتقاربه اسمها ايه، تقارب خط راسي. تمام، يبقى بالافق كده كده كل اللي في المرتبه دي تجانس 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 تجانس، حروف الصفير وحروف الهمس وحروف الايه وحروف النطعيه وحروف الايه، لا مش همس معلش، حروف اللثويه والنطعيه والصفير ووسط اللسان الشجريه والشفهيه ما عدا الايه ما عدا الفاء، ده كله تجانس. تمام، اما كله بقى بالراس كده تاخد المخارج اللي جنب بعضها تقول في كل الحروف دي ايه، تقارب. كده احنا عرفنا العلاقه. طيب نكمل، يبقى وان يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقب، يعني بس الصفات بتاعتهم مختلفة، يعني ده مش شرط، الصفات بتاعتهم مختلفة. تمام، يبقى الشرط الوحيد عندنا ايه، المخارج تكون قريبة من بعض، ده اسمه ايه، متقاربين. ماشي، علشان هي مكتوبة غلط، مش متقاربين، متقاربين، التاء هنا ساكنة، خلي بالكم، خلي بالكم من الايه، من التاء، لان هي معلش هنا مكتوبة غلط، يعني احذروا علشان دي غلطة. تمام، انا بقولها لكم اهو، معلش الون بس عشان مش عارف الون. طيب الواو هنا، التاء هنا مكتوبة غلط، يعني المفروض متقاربين، تاء ساكنة مش متحركة بالفتح. تمام، طيب انا عايز اشوف امثلة التقارب. يعني ايه امثلة التقارب؟ يعني حرفين قربوا من بعض، ممكن الحروف تتقارب مخرج وصفة، يعني يكونوا جنب بعض بس ايه، بس المخارج قريبة والصفات قريبة، زي اللام والراء. ما احنا عارفين احنا في كده طرف اللسان كده اول ما درسنا بيطلع 3 حروف بالترتيب، حد شاطر بقى شاطر مذاكر المخارج كويس يقول لي ترتيبهم كده من فوق وتحت، يلا ها لام ونون وراء، حد يقولهم لي كده بالترتيب، شاطر يقولهم لي، ها مين شاطر هيقولهم؟ مش حد مذاكر مخارج ولا ايه يا شباب؟ نعم شيخنا، يلا انا عايزك نعم ترتب لي سيدي، اللام حضرتك والنون بخير. والراء من اعلى الى اسفل. النون في الوسط شيخنا، احسنت، دي اول حاجه تساعدك. طيب وبعدين؟ وبعدين الراء تحت ولا من فوق شيخنا؟ احسنت، تمام. طيب عندي هنا ما بين الحروف دي تقارب ولا تجانس؟ حد شاطر يقول، ها حد يقول ما بين الحروف الثلاثه دول تقارب؟ تقارب تقارب، شيخنا، تقارب شيخنا، خط راسي تقارب. تقارب، اما لو بيطلعوا من اقصى الحلق مثلا نعم اللي هم الايه الهمزه والهاء، ده ما بينهم ايه، تجانس. تمام، افقي تجانس، راسي تقارب. راسي ده معناها ان اللسان هيخبط هنا يجيب لام، لسان هيخبط هنا يجيب نون، لسان هيخبط هنا بس بظهره، فاكرين الحته دي بظهره مش من طرفه عشان نلغي التكرار، هيجيب راء. تمام، طيب بيقول لك بقى امثله للتقارب، ممكن يكون تقارب مخرجي وصفه، يعني المخرج قريب والصفه قريبه، زي اللام والراء بيطلعوا من طرف اللسان مع الايه، مع الحنك الاعلى او اللي ما فوق الثنايا، فايه فما بينهم تقارب مخرج قريبين من بعض والصفه كمان. اهو اللام والراء، فاكرين اللام ده حرف ايه؟ هل هو حرف شديد؟ اجد قط بكت؟ لا. هل هو حرف متوسط؟ حروف لين عمر؟ ايوه لين عمر، اللام والراء حروف متوسطه. طيب اللام دي حرف
تفخيم خص ضبط انقذ، لا حرف ايه؟ ترقيق. قل ماشي، ال حرف رقيق. طب الراء ار الراء فيها ايه؟ فيها فخامه وفيها ايه؟ رقاقه. واللام فيها رقاقه وفيها فخامه، تمام. يعني اللام دي هناخدها في احكام اللام، هناخد ان اللام لها ايه؟ وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله، تمام. اللام دي فيها ايه؟ فيها الوجهين، يا تفخيم يا ترقيق. والراء برضه فيها الوجهين، يا تفخيم يا ترقيق، تمام. هنعرف دي حالات دي وحالات دي، فقريبين برضه، ما احكامهم ايه؟ قريبه اهي. طيب نقول ايه تاني؟ الاصمات والاصلاق، ايه رايكم؟ اللام حرف مصمت ولا زلقي؟ حد شاطر يقول زلق زلق. زلق يا شيخ، زلق خلق ثاني. زلق طب حروف الزلقيه حروف ايه؟ حد يفتكرها؟ فر من فرملوب. لب، فر فرملوب. من لب، طيب اللام والراء جهر ولا وفر من همس؟ لب الحروف من لب. سنت مزلق. ها، جهر ولا همس؟ جار شيخنا، جار جهر. جار، جهر. وفر يبقى من لب الحروف المطلقة. احسنت. تمام شيخنا حضرتك سامعني؟ سامعك. سامعني ماشي، بحسب بس صوتي بحسب النت عنده ضعيف. لا لا كويس، انت قلت وفر من لب الحروف المزلقه، احسنت، انت حافظ الابيات. تمام يا شباب، يبقى كده تعتبر كل الصفات، معظم الصفات الله كلها، يعزك، الله يعزك يا مولانا. الله يكرمك، كل الصفات قريبه، تمام، تكاد تكون واحده يعني، والمخرجين قريبين، يبقى كده ايه؟ ده تقارب مخرج وصفه. طيب هنا بقى اللام والراء قريبين من بعض مخرج وصفه، حكمهم ايه؟ هناخد القاعده دلوقتي. احنا قلنا التقارب، مين فاكر المفتاح بتاع الراء؟ ها، تقارب اظهار الا في كم حاله؟ حد يفتكرهم بقى من الراء دي؟ ها، محدش فاكر؟ مفتاح التقارب، مفتاح التجانس، كان في سين في التجانس، فقلنا اظهار ما عدا 7 حالات. التقارب، والتجانس سبعة، طب التقارب تقارب أربعة. 4. احسنت، يبقى التقارب كله اظهار، والتجانس كل اظهار ما عدا 7 حالات في التجانس، وسبع حالات او 4 حالات في التقارب بنعمل لهم اظهار. طيب هنا بيقول لك مثال تاني، تقارب مخرج بس، يعني المخرجين قريبين، اما صفات لا، الصفات بعيده جدا. الدال ده ايه؟ احنا عارفين مخرج حروف نطعيه، طاء ودال وتاء من طرف اللسان وتطلع لنطع الفم، تمام، او الثنايا العليا. طب السين حرف صفير، بينزل لايه؟ للايه؟ للثنايا السفلى، تمام، علشان يقفل المخرج مع الايه؟ مع العليا ويدوقه، تمام. فده في مكان، الطاء والدال والتاء والصفير في مكان تاني، فايه؟ فالمخرجين قريبين، بس ده صفة صفير وده صفة ايه؟ في الطاء فيها ايه؟ قلقلة، والدال فيها قلقلة، الصفير ما فيش فيه قلقلة، الطاء فيها اطباق، الصفير ما فيش فيه ايه؟ اطباق، السين ما فيش فيها اطباق، الصاد فيها اطباق، ماشي. طيب ايه تاني؟ الهمس في ايه؟ في فحسه شخص سكت، في التاء فيها ايه؟ فيها همس، اما الصفير ما فيش فيه ايه؟ الصاد، لا ده فيها همس، شخص فيها همس، والسين كمان فيها همس، بس ازاي ما فيش فيها همس؟ تمام، يبقى في صفات وفي لا، بس معظم الصفات مش ايه؟ مش شبه بعض، بس المخارج من طرف ومن طرف يعني قريبين، تمام. زي كلمة ايه؟ قد سمع، قد سمع، نبص على الحرفين دال وسين طرف اللسان، يبقى متقاربين. طيب متقاربين هنعرف حكمهم دلوقتي. طيب تقارب صفة لا مخرج، يعني المخارج بعيدة خالص. الكاف والتاء، التاء من البداية من طرف اللسان لقدام، والكاف من أبعد نقطة اللي هي إيه؟ أقصى اللسان لإيه؟ لفوق القاف، تمام؟ أو إيه؟ أو أسفل، معلش، هو القاف فوق ثم الكاف أسفل، معلش. يبقى هنا التاء من هنا والكاف من هنا، يبقى واحد يعني ما درسش كويس اللي يقول لك ده تقارب مخرج. مخرج إيه يا عم الحاج؟ ده ما بينهم زي ما بين هنا وفلسطين، بعيد قوي، الكاف في البداية والتاء في النهاية، يبقى ده تقارب إيه؟ صفات، تمام؟ فيها همس، فيها رقاقة، فيها ايه تاني؟ نقول ايه تاني يا شباب؟ فيها شدة، اجد، قاطن، بكت، الاثنين فيهم شدة، فيهم همس، فيهم ايه تاني؟ فيهم ايه؟ توسط ولا بينية، ولا بينية يعني، ولا رخاوة، ولا شديدة، حروف شديدة ولا متوسطة ولا رخوة؟ حروف شديدة. طيب حروف مفخمة، خص ضغط قب، لا حروف مرققه. طيب يبقى ايه؟ يبقى متقاربين صفاتهم، اما مخرج حرام عليك تقول ان المخرجين دول قريبين، لا حرام خالص، ده البدايه ودي النهايه، يبقى ده الصفات بس، ما بينهم صفات بس، تمام.
دي مش مهمة، المعلومات دي مش مهمة، بس علشان لما حد يسألك ايه جهة التقارب، يعني قريبين من بعض من ناحية ايه، زي مثلا في الحياة كده، انا مثلا قريب للشيخ مثلا مين، ابو علي الشامي، فواحد يسألني يقول لي قريبين من ناحية ايه، اقول له من ناحية الاب، لا من ناحية الام، تمام. الشيخ محمد البخالي انا مثلا قريبه، قريبين من ناحية ايه، من ناحية الاب، من ناحية الجد كده، يعني هي دي جهة التقارب، قريبين من ناحية ايه، ايه الدليل؟ فتقول له بقى هل هي صفة ومخرج ولا مخرج بس ولا صفة بس، تمام، عشان لو حد بس رخم علينا يعني، تمام. ده البيت الشعر اهو، يعني تقارب يعني حرفين قريبين من بعض، ماشي. طيب اقسام المتقاربين دي ثابته في اي حاجه هندرسها، قبيل صغير ولا كبير ولا مطلق، ده ما بنذاكروش ليه؟ حد شاطر يقول ده ما بيذاكرش ليه في الدنيا؟ ما بتذاكرش علشان هو ثابت، المتقاربين المطلق ده ثابت في اي حاجه، اظهار فقط، مفيش استثناءات، اظهار فقط. طيب تعالى بقى في الصغير، الصغير ده احنا عارفين القاعده، ساكن وايه ومتحرك، اما الكبير متحرك متحرك، تمام. طيب اما المطلق ده متحرك ساكن عكس الصغير، عشان في ناس كتير قوي بتنسى يعني ايه مطلق، نسيته، تمام، لا ما تنساش. طيب تعالى بقى ناخد القاعده بقى، يعني ايه متقاربين صغير؟ يعني الحرف الاول ساكن والتاني متحرك، كده انا جاوبت على كلمه صغير، اما ما جاوبتش على كلمه متقاربين. لما الشيخ وسام يقول لك يعني ايه متقاربين، تقول له ده حرفين تقاربا وان في الصفات او يكونا مخرجا تقاربا، يعني المخرجين قريبين من بعض، تمام، وفي الصفات اختلف، ممكن يكونوا ايه، ممكن يكونوا متشابهين في الصفات يبقى كده تقاربوا مخرجا وصفه، ممكن يكونوا مختلفين في الصفات يبقى تقاربوا مخرجا فقط، ممكن يكونوا متقاربين بس في الصفات يبقى تقاربوا صفات فقط. طيب المتقاربين الصغير ده الحكم الاساسي ايه؟ اظهار، كل اللي جاي اظهار الا المفتاح بتاع التقارب، اربع حالات، اربع حالات، تمام، اربع حالات. ايه هم الاربع حالات بقى؟ هنعرفهم الاربع حالات بتوعنا، هو اصلا المتقاربين الصغير دوما اظهار الا اربع حالات، هنحفظ الحروف دي زي اسمنا عشان ده اللي بيوقع في الامتحان، هو ده درس التوقيع. ايه هم الاربع حالات؟ لام لو جت بعدها راء، قاف لو جه بعدها كاف، نون لو جه بعدها حرف من حروف الادغام يرملون. الله، ده انا هوقع فيه دلوقتي، هوقع فيه دلوقتي، تمام، سيبها دي. طيب لام التعريف لو كانت شمسية، تمام، ما عدا حرف اللام، لأن لام ولام مش هيبقى إدغام متقاربين، هيبقى إدغام متماثلين. طيب حد بقى شاطر كده وابن حلال، دول حفظ، ملناش دعوة بدول خالص، دول ناس الحفيظة، دول هيعرفوا يحفظوهم، أما دول حرام علينا لو حفظناهم، لأن إحنا عارفينهم، عارفينهم يا عم، أيوة عارفينهم. إزاي؟ النون لو جاء بعدها حروف يرملون، تعالوا كده بالراحة، كده بالراحة، نون، نون اهي، اعتبروا دي، بس انا ما بكتب بدا ليه مش عارف، عايز امسح اللي انا بكتبه ده، اهو امسح كده خالص عشان ده كبير شويه، ها نون اهي، يلا حد شاطر كده بقى يصحصح معايا، نون بعدها حروف يرملون، ها حرف الياء، يجي الشيخ وسام يسالك يلا يا شيخ مين، احمد نوار، افتح المايك وقول لي ما هو سبب الادغام، ها هتقول لي ايه؟ في ايه يا شيخنا؟ معلش، لو جت مثلا ما حرف يقول النون الساكنة بعدها حرف الياء زي كلمة ما يعمل، ليه أضغمت يا شيخ أحمد نوار؟ متقاربين صغير شيخ. أحسنت، بس أنا مش عايزك تجاوب من هنا، أنا عايزك تجاوب أكنها الحلقة رقم واحد اللي أخدناها، حركة الإضغام، فاكر؟ نعم لما حد يسألك نعم إيه هو سبب الإضغام؟ تقول له إيه؟ نتيجة تقارب؟ قرب المخرج. نعم طب إيه هو سبب الإظهار؟ لو جت حتة كده بعدها همزة؟ تمام، تباعد تباعد. المخرج. دلوقتي بقى احنا بنطبق اهو، جاي لك نون اهي بعدها ياء، يقول لك ليه هنا ادغام، تقول له ايه؟ هتقول له نون ساكنه بتاعت اللي هي النون الساكنه اول الابيات؟ لا طبعا انا مش كده، انا محفظ، انا تقارب. فاهم، نون بعدها ياء حرفين قريبين من بعض يحصل ما بينهم ايه؟ ادغام. قريبين، فإذا طيب ليه هنا الشيخ قال لك انا هاخد من حروف يرملون، حروف يرملون ما عدا النون، حد شاطر يفتح المايك بسرعه يخطف الاجابه ويقولها، ليه ما قالش النون؟ لان لم لأنه بصير إدغام متماثلين يا شيخنا. احسن هيبقى نون مع لا، نون، أد ده مش أد أد تقارب، ده ايه، ده متماثلين، ده هو نفس الحرف. إدغام إدغام قول ما معاك، إدغام بغنى كملها. احسنت، هيبقى ادغام متماثلين، ما ينفعش يبقى هنا متقاربين، هيبقى متماثلين في الدرس اللي فات. طيب حد شاطر بقى يجي هنا القاعده دي، ها حروف اللام الشمسية، حد فاكرهم يفكرهم لينا ولا نسيناهم؟
طب حروف القمرية أي حاجة، ابغي حجك وخف عقيمه شيخنا نبغي القمرية. حجك وخف عقيمة. أنت عارف أنا بحفظهم إزاي؟ هما مجموعتين، أنا حافظ مجموعتين، ابغي حجك وخف عقيمة وبيت شعري. أنا علشان أسهل لنفسي بشوف كلمة عقيمة ودي فيها قاف، يبقى المجموعة الكبشة دي إيه؟ دي حروف قمرية، تمام؟ قمرية. فأسيبها. أنا عايز البيت الشعري بقى، حد بقى يجيب البيت الشعري بتاع الحروف الشمسية، حد شاطر. طيب ثم صل رحم من تفز ضيف ذا نعم دعسه اظن ذو شريفة للكرب. أحسنت، يبقى الحروف الشمسية هنا مثلا لو جيت مثلا كلمة إيه؟ النعمة مثلا، ها، حد بقى شاطر كده؟ هل ينفع هنا أقول النعمة؟ هل ينفع أقول النعمة؟ لا شيخنا، لا، ليه؟ ما ينفعش أقول النعمة؟ النون يعني شيخنا من حروف مضغمة زي مضغمة في زي إدغام. شاطر، لم الإجابة لم الصح إدغام إدغام، ما بالعكس. تقوليش من حروف الشمسية ولا القمرية. أنا بقول لك طب ليه هي من الحروف الشمسية؟ ليه بيحصل فيها إدغام؟ إدغام علشان اللام والنون إدغام قريبين من بعض، ده احنا لسه قايلين من شوية إن هما إيه؟ لام نون ه راء، ده قريبين خالص، ده خط رأسي، تمام؟ طيب حد شاطر بقى يقول لي هنا بقى، ده قريبين من ناحية إيه؟ هل هما قريبين تقارب ولا تماثل ولا تجانس؟ تقارب يا سيدنا، تقارب. تقارب. طيب لو قلت الليل مثلا، ه حد شاطر بقى يقول لي دي بقى، ها ده متقاربين ولا متماثلين ولا متجانسين؟ اللام لام اهي، متماثلين يا شيخ. تمام. ليه شيخنا؟ ليه اللام دي ايه؟ اللام دي متماثلين. تماثل مش تقارب، ده هو نفس الحرف. يبقى انا عندي دلوقتي 4 حالات بصراحه يعني، واللي انا يرضيه عليا ضميري ان احنا يعني مش محتاجين نحفظ الا الحالتين دول، اللام والراء والقاف والكاف بس كده، يبقى تقاربنا ايه؟ لام وراء وقاف وكاف. اما لام مع بتاعت الحروف الشمسيه والنون بتاعت لم يروا، ده احنا اصلا عارفينه في كل الدنيا، اللي هو ايه؟ ايه حكم الادغام في كذا؟ تقول له ايه؟ نتيجة قرب المخرج. وانت خدت كلمة ادغام دي في مكانين بس، فين هما الادغام؟ ها؟ حد يقولهم لي؟ لا بصراحة انا عايز حد شاطر بقى كده يقول لي انا كده خدت كلمة ادغام في حياتي كلها لحد دلوقتي في كم مكان؟ حد شاطر بقى، شاطر شاطر يعني. خدنا كلمة ادغام، حكم الادغام دي كم مرة دلوقتي؟ حد شاطر يفتح المايك بسرعة ويخطف الإجابة. ما خدناها كتير يا سيدنا. طب أربع قول مرات. اول مكان فين؟ أحكام النون الساكنة طيب والنون الساكنة. تعالى، النون الساكنه هي اللي بتتكلم اول واحد اتكلم، ايه هو نعم. سبب الادغام بتاع النون الساكنه؟ ها، تقارب يا مولانا. تقارب ما عدا حرف واحد بس، ما ينفعش تقول فيه تقارب، النون التماثل. النون، لان أيوه. حروف الادغام كلها يرملون، حروف يرمل او يرملوا كلها تقارب، اما النون ما ينفعش نقول فيها تقارب، ده تماثل. طيب خلصنا النون الساكنه، خدنا ايه تاني ادغام؟ الميم، مش الميم الساكنه فيها الميم حكم الادغام الساكن. واظهار واخفاء؟ نعم. الميم. طيب هل الميم فيها تقارب؟ تماثل. متماثلين. هي حرف ميم مع الميم ميم بس، ادغامها متماثلين. ميم وميم، ما ينفعش نقول فيه متقاربين. طيب خدنا ايه تاني ادغام؟ اللام الشمسيه لو حد شاطر يقولها، ها كان فيها ادغام صح؟ مظبوط يا سيدي، فيها ادغام. طيب اللام الشمسية مدغمة. طيب اللام الشمسية مدغمة. طيب حروف اللام الشمسية كم حرف؟ تبسم ما سر الرحمن تفوز ضفدعني عام دعسوء أظن نزور شريفا للكرم. كل الحروف تنفع ما عدا عدا أره حرف، اللام حرف اللام للكرم ما ينفعش معانا، لأن ده إيه؟ ده تماثل مش تقارب، تمام. تمام؟ يبقى إحنا كده إحنا ذاكرنا كده يعتبر كل المحاضرات اللي فاتت، خدنا منها الإدغام بتاعها كله، تمام؟ في الإيه؟ في المتقاربين ده. طيب اللام والراء بقى، اللام والراء ده أشهر مثال في الدنيا كلها على التقارب، يعني أي حد تسمعه على اليوتيوب بيشرح متقاربين لازم يشرح اللام والراء. ليه اللام والراء؟ لان ده احنا اول ما وعينا على المخارج، مش احنا كنا بنرسم البتاع ده كده، بنقول اللام فوق والنون تحتها وبعدها الراء، صح ولا غلط؟ صح صح يا سيدي، صح صح طب احنا مظبوط. قلنا اللام والنون او النون والراء ما ينفعش يحصل ما بينهم ليه؟ ها، او اللام والنون ما ينفعش يحصل ما بينهم ليه؟ حد يعرف؟ إظهار شيخنا. لا مش إظهار، اللام والنون على فكرة، اللام والنون تجانس يا سيدي. ما ينفعش يحصل إظهار شيخنا. يعني إيه ما ينفعش يحصل إظهار؟ ما ليه اللام والنون، ليه ينفعش اللام والنون قليل؟ قليل يحصل تقارب، ليه؟ حد شاطر يقولها، لأن النون
مخرجها مش زي مخرج اللام، لان اللام بتعتمد بس على طرف اللسان، النون تعتمد على طرف اللسان وايه؟ والخيشوم. لا والخيشوم. مخرجين، فعشان كده مش قريبين قوي. تمام. اما هنا اللام والراء، طرف اللسان وطرف اللسان. فهنا هناخد، هنحذف بقى النون دي خالص كده، نحذفها بالاستيكه اهي، ونخلي مين ومين؟ اللام والراء مع بعض. اللام والراء. تمام، اللام والراء دول قريبين جدا من بعض، تمام، حتى في صفه بتجمعهم الاثنين مع بعض. حد بقى شاطر مذاكر الصفات يقول لي ايه الصفه اللي بتجمع اللام والراء بس؟ لين عمر، لين عمر لا انا عايز اللام والراء فقط، مفيش ولا حرف تاني، ولا حرف تاني في الانحراف الصفه دي. غيرنا، الانحراف احسنت الانحراف الانحراف احسنت، والانحراف صح في اللام والراء وبتكرير جعل. احسنت، تمام، وللتفاشي الشين وضاد نستطيل. تمام، يبقى اللام والراء ما بينهم انحراف بس. طيب يبقى كده دول قريبين ولا مش قريبين؟ قريبين. يبقى لما نلاقيهم نعمل ادغام، دول قريبين جدا، قريبين جدا، لازم تعمل ادغام زي ايه؟ وقر وقر وقر، تمام، ها لام وراء اهو، ادغام كامل اهو، وقر، تمام، وقر ربي، تمام، مش بنقول وقل ربي، غلط، ده غلط، ده غلط خالص، ده القريبين ده اقرب حرفين لبعض، يبقى لازم فيهم ادغام. طيب ايه تاني الحرف القريب جدا؟ وكنا ساعتها قعدنا نشرح ساعة، نقول اقصى اللسان يطلع هنا يجيب قاف، لا يطلع هنا يجيب كاف، وواحد قال ايه؟ طب يا شيخ انا مش فاهم ازاي دي فوق ودي اسفل، فاكرين؟ ده كان وقت كتير قوي ضيعناه في المعلومة دي. دلوقتي بقى نعم هنعمل نعم دول اقصى اللسان واحد اهو، مخرج واحد اهو، هل نقول عليهم تقابل تجانس ولا تقارب؟ ها هنغلط اهو، مخرج واحد اهو، مخرج واحد، اقصى لسان بس بيطلع قاف وكاف، يبقى ده تجانس تقابل ولا تقارب؟ تقارب يا شيخ، تقارب يا ليه شيخنا. مش تجانس؟ ده مكان واحد اهو يا شباب، ليه مش كل واحد تجانس؟ مرتبة يا شيخ، احسنت، لان ده بيطلع كل واحد لحته، مرتبة. ده بيطلع لمكان اهو، وده بيطلع لمكان تاني، فدول مش واحد، يعني دول اتنين، تمام، دول اتنين مع بعض. نعم، تمام، طيب ايه الكلمه المشهوره جدا في حفص اللي فيها القاف والكاف مع بعض؟ ها نخلقكم. نخلقكم فعلى فكره بقى دي فيها برضو ايه شرح، الحته دي بيسالها الشيخ وسام، يقول لك ايه الوجوه اللي فيها. يبقى احنا دلوقتي كده خدنا كلمتين، لو اتسالت فيهم دول اكتر كلمتين تتسال فيهم، كلمه تامنا في سوره يوسف، وكلمه نخلقكم. تمام، قالوا بقى نروح لهم. يبقى احنا كده عرفنا ايه هم، الاربع مواضع الادغاميين في التقارب، اربع مواضع لازم تدغم. حد يقولهم شاطر كده يقول ايه اللي في تأملنا يا سيد؟ ايه اللي بتأملنا؟ ما احنا قلنا ايه وجهين، الأوجه اللي في تأملنا؟ وجهين روم وشمال. معلش، ممكن ملخص صغير ليهم بعد إذنك؟ انت ما كنتش حاضر المرة اللي فاتت؟ اه والله، وحاولت اسمع ال حاولت اسمع الفيديو، لكن للأسف الإنترنت كان ضعيف جدا. تمام، بص يا حبيبي، احنا عندنا ده بس بيحصل في أو الحركه ممكن الهين، في حركه الضم، نضيع فيهم 5 دقايق مش مشكله. حركه الضم، حركه الضمه ينفع نعوض عنها بايه؟ بيحافظ عندك في النحو او في البلاغه او في اي فرع من العلوم، لما بنحذف حاجه ما عدا الشعر حرفيا، يعني الشعر بيحذف الاصل وبيحذف الباقي على اصله وما بيعوضش عن حاجه للضروره الشعريه وخلاص، فاهم؟ يحذف قاعده ويحذف، يجي على قاعده ويجي على حرف اصلي ويقول لك للضروره الشعريه تم حذفه، تمام؟ اما اللي عندنا في اي فرع تاني، لما بنحذف حاجه لازم يعوض عنه بحاجه تقول لك احترس، في هنا حاجه محذوفه، احترس ده تنوين عوض عن حاجه محذوفه، احترس ده حاجه مش عارف ايه، فاهم؟ فانا عندنا بقى اللي بنحصل فيه اكتر حاجه يعني الاحتراس ده هو الضمه، تمام؟ لان الضمه يعني ايه؟ اقرب ما تكون لتغيير الحرف، تمام. إيه النون بتاعت تأملنا دي مش اصلها كده، فيها هو حاجه اسمها علامه ايه؟ الاحتراس، احترس، فينا حاجه غلط، فينا حاجه، ايه الغلط؟ قال لك النون دي اصلها نون مضمومه ونون مفتوحه، جينا نقراها تأمانونا، مانونا، صعبه قوي على اللسان، تمام؟ طب نعمل ايه؟ قال لك بص، هو اصلا لسان العرب لما كان بينطق الكلمات العربيه ما كانش بيعمل توالي حروف متماثله، يعني ما كانش بيعمل كلمه فيها 4 حروف شبه بعض ورا بعض، مش هتعرف تقراهم، يعني مثلا ايه؟ ان 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 ان، مش هينفع نقول نون نونات ورا بعضها كده، مش هينفع، ام ام ام، مش هينفع برضو الميمات ورا بعضها، تمام؟ يعني تأمننا دي صعبه، هشوف حرفين بس وصعبه، فبخيل بقى في 3 4 كلمات متماثلات، لا. فهو قال لك ايه؟ خلاص يا اما نحذف يا اما نعوض. قال لك ماشي، هنحذف خالص، هنشيل النون دي المضمومه دي خالص كده، نشيلها نعمل ادغام كده ونشدد الحرف ده، ده اسمه ايه؟ اسمه اشمام.
بس عشان انت حذفت لازم تعمل حاجه، لازم تتعب. ما هو انت تحذف تعوض، اعوضها بايه؟ قال لك اشمام. عارف انت الناس اللي بتشم بقها؟ اه، بيروح يضم شفتينه علشان يحفظ حركه الضمه، لان الضمه احنا عارفينها ايه؟ الضمه بتساوي هي تحلق الشفتين، فاكرين؟ لما كنا بنجيب ضمه كنا بنعمل ايه؟ الشفتين بتعمل حلقه، صح؟ فانت هتيجي عند النون واول ما توصل لها لازم تضم شفتيك، بس ما تعملش صوت، هو ضم كده بس حفاظا للايه؟ للمخرج، حفاظا لان كان فيه هنا نون، يعني ميتا، يعني اكنه ميتا من النون المحذوفه، تمام؟ فلما اقول تامن اهو، انا بضم شفتيني عند النون اهو، عشان ايه؟ اللي يشوفني يقول اه انت بتقرا بالاشمام، اقول له صح، تمام؟ تامن، ويبقى ادغام مثلين عادي، بس ايه؟ لازم تضم الشفتين حفاظا للنون الميته، تمام؟ هنا قبر، اعتبر ان هنا في قبر على الميم دي والنون دي، وايه؟ واحنا بنحفظه لها، تمام؟ عزا يعني. اما الروم بقى قال لك يا عم وليه انا موتها واجي عليها واخد عزاها؟ طب ايه رايك؟ طب ما نقراها بس ايه؟ بسرعه، اخطفها علشان ما تتعبش لسانك. تأملنا تأملنا، تمام؟ تأملنا، تمام؟ انا جبتها بسرعه، ليه جبتها بسرعه ما قلتش تأمنونا تأمنونا؟ ما هو صعبه، يبقى تأملنا تأملنا، تمام؟ هي دي اسمها ايه بقى؟ السرعه والخفه، اسمها روم، تمام؟ السرعه والخفه، اخفض صوتك وهاته بسرعه، ده اسمه روم، تمام؟ تمام. يبقى انت عندك اشمام بيقول لك اقتلها وايه وخد عزاها، طب العزا بتاعها بيكون فين؟ على الشفا. اما الروم لا، خفض صوتك واجري على بسرعه، الشفا. تمام؟ ها، دول الحكمين اهو، يا روم يا اشمام، براحتك بقى، شوف السهل عندك. انا بحب ده بصراحه لان ده سهل، تمام؟ محدش حتى بيسالك انت عملت اشمام ولا لا، انت بتبقى بتصلي مثلا بالناس، يبقى انت لوحدك كده ما بينك وبين ربنا يعني، تمام؟ تمام. ده الايه؟ ده اللي موجود في تأملنا. واحد يسأل يقول لي طب ليه مكنني؟ مفيش فيها، لأن مكنني نيني مكنني، ده فتحة وكسرة، مفيش فيهم إيه؟ حفاظ للمخرج، تمام؟ طيب آه، إحنا كده بعد كده خدنا إيه؟ خدنا المتقاربين. أي سيدنا كلمة متقاربين ها يبقى سيدنا إيه؟ ثواني بس لحظة، متقاربين يبقى إيه؟ يبقى إظهار، ما عدا ها كم حرف؟ ها متقاربين غاء، يبقى 4 حروف. قولهم كده يا اللي بتسأل، قولهم واللينك الجاي معلش هتتجاوب. السؤال تاني زين معلش انا كنت قول السؤال، اصل ما فيش الا دقيقه، ما هيستحملش سؤال، هيستحمل بس ان انت تقول الـ4 مواضع. معلش لا الوضع بتاعي مواضع بتوع الادغام في المتقاربين، احنا عارفين المتقاربين حكم الاظهار، ما عدا 4 متقارراء، يبقى 4، ايه هم الـ4 مواضع ادغام؟ المتقاربين في الإدغام في المتقاربين في اللام والراء والقاف ايوه والكاف ايوه والنون الساكنة ولام التعويف اللي هي اللام الشمسية. النون، انت كده ناقصت 2 درجة. في النون الساكنه في حرف ما ينفعش تقول عليه تقارب، واللام الشمسيه ما ينفعش تقول على حرف منهم تقارب. يلا السؤال ايه بتقول؟ السؤال في تأمن نعم، حكمها الإضغام حكمها لها وجهين، وجه الإشمام اللي هو ووجه ادغام، الإيه؟ الاشمام ده اللي هو الادغام، والرام اللي هو الاظهار، تمام؟ يعني ممكن تمشي تبع القاعده اي كبير اظهار، وممكن تمشي عكس القاعده اللي هو الايه؟ الادغام في الاشمام، تمام؟ تمام يا سيدي، يبقى دي في أحكام المثلين. أحكام المثلين الحكم فيها أحكام المثلين الكبير الحكم فيها الإظهار ما عدا تأمنا ومكنا، ايوه ده الكبير. اما صح كده؟ الصغير الحكم فيها الادغام ما عدا ماليه والمد الطبيعي، تمام؟ ويا ريت ترجع تذاكر المثلين، علشان انت كده هتضيع عليك فهم حاجات حلوه جدا وسهله يعني، تمام؟ حاول تحمل الريكورد وتسمعه من الاول وترجع وتذاكره، تمام؟ تمام. طب يبقى احنا تمام ماشي نرجع لمربوعنا تاني، احنا كنا بنقول المتقاربين يعني ايه؟ يعني حروف قربوا من بعض. بصوا بعد المثلين احنا خلاص كده، المثلين الصغير ده كان اخر حاجه في الادغام، خلاص مثلين صغير ادغام الا موضعين، ماليه والمد الطبيعي. المثلين الكبير اظهار ما عدا موضعين اللي هم نخلقهم وايه ومكني، والمطلق مش هنتكلم فيه لانه هو اظهار مطلقا. طيب المتقاربين خلاص كده اظهار ما عدا، طب المتجانسين اظهار ما عدا، تمام؟ المتقاربين اظهار ما عدا، 4 حاجات بس بنعمل فيهم اظهار، ودول احنا لازم نحفظهم زي اسمنا. يعني انت هتخش امتحان تجويد، هنخش امتحان تجويد اهو مثلا، اذاكر ايه؟ اذاكر الـ4 والـ7 بتوع المتجانسين، واذاكر المدود. انت كده هتجيب 59%،
تمام؟ يعني شوفوا درسين بس اهو، درسين بس هنجيب منهم 59%. طيب انا بقى لو شاطر بقى وعارف اصلا النون الساكنه والميم الساكنه، وعارف لي اللام الشمسيه والقمريه، وعارف الراء واللام من حيث الادغام التفخيم والترقيق، انت كده جبت 80%. فاضل لك بس تكات صغيره جدا 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 هنظبطها في الجزرية. تمام؟ تمام جدا كده. تمام يا شباب؟ يبقى ايه هم الاربع حروف اللي ما بيحصل ما بينهم تقارب ادغامي؟ حد يقولهم كده بسرعه عشان نجيب امثله. يلا. لام وراء وقاف وكاف لا دول مع كل لا يرملون مراء حاجه وقاف النون. كاف ايوه. لا لا مراء وقاف كاف ونون مع باقي الحروف ما عدا النون ايوه واللام الشمسية ما عدا اللام احسنت كده. انت لو قلت لي واللام الشيخ وسام الشمسية كده، ما عدا اللام. ايوه كده لو قلت لي الشيخ وسام، الشيخ وسام ما عادش هيسالك، يقول لك خلاص انت كده جاوبت على 21 سؤال كده خلاص ايه براء. تعالى بقى ناخد قاعده نخلقكم، دي السؤال بقى اللي هيسالوا لك، يقول لك كده انت براء جدا يعني خلاص انت كده براء بالثلث، مش هسمع لك كمان لان ايه يعني كفايه قوي ان انت عارف القاعده دي. ايه قاعده نخلقكم؟ حفص له وجهين فيها، وجهين زي مين كده فاكرين دي على طول تفكرك بتامنا فيها، وجهين برضه رام واشمام. هنا الحفص بيقول لك انا ممكن اعمل فيها ها، حد يقول لي ادغام واظهار. لا غلط، ما ينفعش هنا اظهار، احنا قلنا خلاص هما كل المتقاربين اظهار ما عدا القاف والكاف واللام والراء والنون مع كل يرملون ما عدا النون واللام الشمسيه ما عدا اللام. تقول لي فيها وجهين اظهار وادغام؟ غلط، انا قايل لك ان هي كلها ادغام. يبقى ايه؟ يبقى ده ادغام. هل هو ادغام ناقص ولا ادغام كامل؟ تمام؟ وده سؤال لازم تتسال فيه في الامتحان، لازم هيجيب لك بقى الادغام يعني ايه ادغام كامل ويعني ايه ادغام ناقص. تمام؟ طب واحد يسالني بقى ويقول لي يعني ايه ادغام كامل؟ يعني هندخل القاف، ها حد يجاوب بقى، ده انتوا عارفين، مش عايز اكتب بالقلم ده. هندخل القاف نعم يا شيخ. مع الكاف ايه معركه ونشوف ايه اللي هيحصل، ها ايه اللي هيحصل، ها هندخل القاف مع الكاف معركه نشوف ايه اللي هيحصل. يا ترى الكاف هتقوم ايه؟ هتقوم جايه مموته القاف، ماتت القاف. تمام؟ القاف تحت يا عيني تحت كده، والكاف في فوقها شويه، فتقوم الكاف ايه مموتها. تمام؟ طيب يا شيخ ماتت القاف، قال لك على حسب المده، خلاص ماتت خالص 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 ما عادش لها وجود، يبقى ده بيسميه كامل، خلاص قضت عليها تماما 99.9 من 10% خلاص ما عادش فيه قاف. اما لو لسه في صفه من صفات القاف، مثلا صفه تفخيم، صفه استعلاء، صفه اطباق، ها مع ان القاف مش من الاطباق، مش عارف هو ليه كاتب اطباق، صفه استعلاء، صفه تفخيم كده، يبقى ايه يعني القاف مش موجوده حرفا بس ايه، بس لسه في صفه، يبقى ايه يبقى ده ايه يبقى ده ناقص. تمام؟ يعني هنا لسه في ريحه القاف، فاكرين زي لما كنت بقول ما يعمل، ها يبقى هنا ايه ادغام ايه؟ ناقص يا شيخ. ليه ناقص؟ دخلنا النون مع الياء معركه، نعم هل النون هزمت الياء، هزمت النون صفه ومخرجا؟ مخرجا يعني مخرج لا النون ما عادش فيه نون، طب الصفه الغنه، هل في غنه لا وحركتين؟ نعم يا شيخ. نعم. طب واحد يقول لك طب ما الغنه دي ممكن تيجي من الياء، هل الياء في غنه اصلا؟ لا لا، حروف الغنه لا النون أبدا. ومين؟ يبقى اذا هذا ناقص. نفس نونو مين؟ الكلام، احسنت، نفس الكلام هنا، لو قضيت على الكاف خالص، لو الكاف قضت على القاف خالص يبقى ده كامل، هو ايه نخ لوك كافي، نخ نعم نخ لوك كوكوم. تمام كافي. اما هنا قال لك لا انا هسيب القاف صفه، هسيب الايه نخ لوك كوم، نخ لوك اوك 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 الاستعلاء بتاعها، وبعد كده اجيب الكاف، ما هقولش نخلقكو نخلقكم، لا مش فاهمين، انا بشيل دي خالص في الحالتين، بشيلها خالص، بس هنا بشيلها وما بعملش حاجه ادغام كامل، بشيلها واسيب الايه الاستعلاء، نخلق لقكم نخلق أق، يعني ايه بدايه الاستعلاء وبعد كده اقضي على القاف، نخلقكم كم. تمام؟ يبقى نخلقكم بس، يبقى ده ادغام كامل، اما نخلقكم ادغام ناقص. ليه ناقص؟ سايب الاستعلاء. تمام؟ دي اللي هيفرق ما بينها، ده الشاطر اللي عارف يعني استعلاء، اق اق. طب لما اقول نخلقكم ده ايه؟ الأولى شيخنا ذهبت القاف وذهبت صفتها، أما الثانية
فذهبت القاف وبقي صفتها وهي أحسنت الاستعلاء، وهي ارتفاع أقصى اللسان باتجاه الحنك الأعلى. أحسنت. يبقى هنا لما هقولهم كل اتنين اهو، نخلقكم، ها ده ايه؟ أدغمت بشكل كامل طيب مخرجا وصفة. نخلقكم بقي صفة الاستعلاء لحرف القاف فقط. اللي هو اق 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 اق، او لو كملت لو حد زقني هقول اق قاف اهي، يبقى نخلقكم ده استعلاء، يبقى ده ايه؟ ادغام ناقص. اما نخلقكم بس كده استيفال، يبقى ده ايه؟ ادغام كامل. تمام إدغام كامل. تمام ده بقى السؤال اللي بيجي في الايه، في الامتحان برضه، عايزين نركز في السؤالين بتاع تأملنا ونخلقكم. تمام طيب، يبقى احنا كده خلصنا المتقاربين اهو الاربع. هنا قل ربي، قل ربي، هنا من يقول ادغام ناقص متقاربين، هنا الشمس ادغام ناقص ايه؟ لا ادغام كامل ناقص ايه؟ الشمس ادغام كامل بس ايه؟ بس متقاربين. تمام؟ طيب هنا بقى المعلومة الثانية، بيقول لك المتقاربين الكبير، ها اظهار قولا واحدا بس كده خلاص، ما عادش فيه استثناءات بقى. الاستثناء الوحيد اللي في المتقاربين هو الايه؟ هو مش دي، معلش، هو ده اهو. تمام خلاص كده انت خلصت كده المتقاربين، حفظت الاربع امثله دول، خلصت المتقاربين وكده خلصت خلاص. المتقاربين الكبير كله اظهار، ويعني ايه كبير؟ يعني الحرف الاول ايه؟ متحرك والثاني متحرك. تمام خلصتهم، يبقى انت كده ايه، حفظت زي مثلا ايه، ها الاولاني متحرك والثاني متحرك. واحد يقول لي ايه؟ رزقكم، فين المتقاربين الراء والذال، صح ولا غلط؟ نعم يا شيخ، الراء والزاي متقاربين؟ بعدين يا شيخ، الراء والزاي متقاربين برضو صح؟ بس متقاربين ايه ده؟ ده متقاربين مطلق يا سيدي. مطلق مطلق. تمام؟ ده مش كبير. طيب رزقكم، طب القاف والكاف ده ايه ده؟ ده متقاربين كمان متقاربين كبير، كبير. متقاربين كمان متقاربين كبير، كبير. طيب القاف حكمهم والكاف الإظهار. دول اصلا الايه، الاستثناء بتاعنا صح، بس هنا جاي كبير كبير، يبقى ايه؟ يبقى اظهار قولا واحدا. تمام سيدنا هو دائما دائما الكبير إظهار. دائما الكبير اظهار ما عدا المتماثلين في مكني وتأمننا بس كده، اما اي حاجه كبير اظهار، حتى متقاربين اظهار، متجانسين اظهار، ما فيش فيه ما عدا. تمام يبقى اي كبير اظهار في كله ما عدا المثلين، بس في مثالين كده متماثلين، في مثالين تأمننا وإيه؟ هه؟ ومكني. تمام؟ تمام يا سيدي. تمام. وأي صغير إدغام، فين؟ في المتماثلين إدغام ما عدا إيه؟ استثنائين عارفينهم، اللي هو مالية وهو المادي الطبيعي. طب والمتقاربين؟ هه؟ غلط. المتقاربين هنا بقى الصغير بتاعه الإظهار على طول، هو اول ما تطلع من حافه من مشكله المتماثلين كده خلاص الادغام خلص، خلاص بقى كل حاجه اظهار. فالمتقاربين صغير اظهار، المتقاربين كبير اظهار قولا واحدا وما فيش اي استثناءات، المتقاربين مطلق اظهار في كل حاجه من غير استثناءات. تمام طيب المتقاربين الصغير، ها اظهار كله ما عدا ايه؟ راء بتاعت متقاربين تقول لك الحق في اربع مواضع. طب المتقاربين الكبير لا ما فيش فيه مواضع خلاص، هو كله اظهار. طب المطلق مش هنتكلم فيه، عشان نتكلم هو اصلا ما جابوش، عارفين ليه؟ اهو جاب اهو، وحكمه ايه؟ الاظهار. طب المتجانسين، ها انا هعديها لكم بسرعه كده عشان تعرفوا البتاع، المتجانسين الصغير ها اظهار، كل حاجه اظهار ما عدا كم موضع حد يقولهم بقى؟ سبعة سبعة يا اهو، شيخ، سبع حالتهم سبع اظهار مواضع. الا في سبع حالتهم. طيب المتجانسين قلنا خلاص، طب المتجانسين الكبير ها اظهار من غير ولا حاجه، طب المتجانسين المطلق اظهار لكل قرى بس كده. طب انت كده خلصت وعرفت اللعبه ماشيه ازاي، المثلين بس هي اللي فيها استثنائين، استثنائين في الصغير واستثنائين في الكبير، اما بعد كده ما عادش فيه استثناءات، كله اظهار ما عدا متقاربين اربع حالات ومتجانسين سبع حالات بس كده، وكله اظهار. تمام يبقى انا لو جيت لك في الامتحان واقول لك تعرف تعد لي مواضع الادغام في الدرس ده، تعرف تجيبهم لي؟ حد شاطر كده بقى يجيبهم لي، مش عايز حصر، مش عايز عدد، مش عايز حروف، انا عايز حصر كده، تقول لي بس في سبع حالات في كذا واربع حالات في كذا فيهم ادغام، والمتماثلين كله ادغام ما عدا. حد شاطر بقى كده ذاكرته فيها ايه؟ فيها عدد كده. عيد السؤال شيخنا معلش يا شيخنا، عيد الله السؤال يبارك فيك، الله يوفقك. شيخنا، اهو
هو ده السؤال. حد شاطر بقى يجمعهم في جدول كده ويجيبهولي واجب. احنا قلنا متمثلين ومتقاربين ومتجانسين، وده مش علينا، ده ما نذاكروش، تمام؟ خلاص ده خلاص. طيب احنا اذا شرحنا في المتماثلين قلنا تعريف، وحد شاطر يقول تعريف، يلا نبدأ واحدة واحدة. يلا. المتمثلين اللي هم الحرفين اللي اتحدوا صفة ومخرجا. طيب يا شيخ يا اللي بتتكلم، حكم الصغير بتاعه ايه؟ حكم الصغير بتاعه إدغام، ما عدا كم حالة؟ ما عدا مالية أيوة. وواو لا واو والواو كده تغلط، المادية. واو كده تغلط. مادية ايه؟ ما في مادة طبيعي ومادة لين. الطبيعي ما فيش فيه، واللين في فيه عادي. لا هو المادة الطبيعي، أيوة لا مد الواو مش اللين، المد الطبيعي أيوة. طيب حكم الكبير بتاع بتاع الواو. السين ايه؟ حكم ايه؟ الكبير حكم الكبير بتاعه إظهار، ما عدا حالتين، صح؟ ما عدا حالتين اللي هي تأمننا ايوه. ومكنن. طب المطلق، المطلق ده مش هنشرحه برضه. شوف احنا هنا في حاجه اهي ما ذاكرناهاش بالطول اهي، اللي هو المتباعدين ما حدش هيذاكرها، وفي حاجه اهي ما ذاكرناهاش بالعرض، لان ده اظهار قولا واحد اللي هو المطلق. طيب دي بس اللي سيدنا هنذاكرهم، معلش، الثلاث جداول دول، هنا اظهار، هنا ادغام اهو الا حالتين، هنا اظهار اللي حالتين. ومن اول هنا كده كل حاجه تبقى اظهار، اظهار 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 اظهار، تمام؟ هو بس المربع ده اهو اللي فيه ادغام، تمام؟ وده فيه ادغام، فيه ادغام في حالتين، وده فيه ادغام في كام حاله؟ أربعة. ده فيه ادغام في كام حاله؟ سبعة، تمام؟ يبقى أنا عندي دلوقتي الجدول ده هو اللي هيتحفظ، بس أنا هشيل لكم بس الإيه؟ الحاجات دي. يلا بقى حد شاطر كده بقى يقول لي كام حاله فيها ادغام في الحته الصغيره دي. يلا سهلة والله. سيدنا معلش عندي سؤال بس قبل ما ندخل في الحتة دي، معلش أوه بعد إذنك. اتفضل. احنا قلنا في الإدغام المسنين الصغير حكمه الإدغام ما عدا حالتين، الحالة الأولى في كلمة مالية، في ايوه كلمة مالية، والحالة الثانية المد في كل أنواع المد ولا مد معين. لو جاي لي مد طبيعي، حرفين مد طبيعي مثلا زي كلمة ايه؟ اصبروا وصابروا. اصبروا فيها واو وصابروا فيها واو، بس لازم يبقى طبيعي، وهنعرف في المدود يعني ايه مد طبيعي، تمام؟ ما ينفعش هنا في المد تمام الطبيعي نعمل ادغام، لازم يظهر. طب لو مد اللين، عصوا وكانوا، عصوا فيها واو اهي وكانوا فيها واو، بس الواو الاولانيه بتاعت عصوا دي مد يين عشان قبلها مفتوح، تمام؟ اما اصبروا دي مد طبيعي عشان قبلها مضموم، تمام؟ طيب يبقى اذا في عصوا لازم نضغم، لان اللين هناخده بعدين هو ضعيف جدا، فبيحصل ادغام، ضعيف حرف ضعيف. اما اصبروا حرف تمام قوي فيحصل فيها ايه؟ اظهار، تمام؟ يبقى انا المتماثلين بس اللي بيحصل فيه ادغام ما عدا، ادغام ما عدا، ادغام ما عدا، ادغام ما عدا حالتين. واول ما تسمع كلمه كبير اظهار، اول ما تسمع كلمه كبير اظهار، اول ما تسمع كلمه كبير اظهار، تمام؟ في اي حاجه الا في المتماثلين في ما عدا حالتين برضه. يبقى المتماثلين علمناها برقم الايه؟ الحظ بتاعنا حاجتين. اما المتقاربين عشان الراء دي علمناها بايه؟ باربع حالات. اما المتجانسين علمناها بايه؟ سبع حالات، تمام؟ يبقى هنا المتماثلين صغير ادغام ما عدا حالتين، كبير اظهار، اي كبير اظهار ما عدا حالتين برضه. يبقى رقم السعد هنا كام؟ اتنين، تمام. متقاربين خلاص، من بعد ما نقلت من المتماثلين اي حاجه اظهار، اظهار في الصغير ما عدا ايه؟ اربع حالات بس كده، وده خلاص ده احنا عارفين. وهنا المتجانسين الصغير اظهار، كله اظهار بقى خلاص، اي حاجه بعد إظهار المتجانسين ما عدا سبع ما حالات عدا إدغام. سبع حالات، سبع حالات اظهار، وده خلاص احنا عارفينه. سبع الكبير حالات في اي إدغام. حاله اظهار، الكبير في اي حاله اظهار، الكبير في اي حاله اظهار ما عدا المتماثلين، بس في حالتين بيحصل فيهم ايه؟ ادغام كبير. حد يعرفهم إدغام. الحالتين؟ تأملنا ومكنا. ايوه تأملنا ومكن. طب المتقاربين كبير، ها حكمه ايه؟ المتقاربين الكبير حكمه الإدغام. الاظهار، الاظهار شيخ مع أي الجميع كبير. اظهار يا شيخ. اي كبير، اي كبير لازم يظهر، كبير واحد كبير لازم يظهر ما بين الناس الا المتماثلين الكبير. في حكمين، في يعني في مثالين كده لازم يحصل فيهم اظهار، ودول انتوا حافظينهم حفظ، اللي هو مكنني وايه وتأملنا، تمام؟ يبقى اي كبير تسمع كبير من فم المدرس او من فم السائل اظهار، بس يبقى واحد يقول متقربين كبير اظهار، متجنسين كبير اظهار، لسه بيقول كبير اظهار، ما تفكرش، هتفكر يبقى انت مش فاهم، تمام؟ طيب صغير، لا تمام صغير دي بقى، صغير دي بقى فيها ايه؟ فيها استثناءات،
في المتماثلين قولا واحدا اي صغير في الدنيا ايه؟ ادغام. الا ايه؟ الا اربع، الا حالتين متماثلين، الا حالتين. طب المتقاربين؟ لا انت بعدت خلاص عن المتماثلين. متقاربين اظهار، الا اربع حالات ادغام. متجانسين اظهار، لطالما بعدنا عن الجدول الاولاني ده في الصغير يبقى بقينا اظهار. اظهار اهي، اظهار اهي، هنا اربعه وهنا سبعه، تمام؟ هو ده اللي انا عايزكم تحفظوه، بس الاربعه والسبعه. حفظنا الاربعه والسبعه كده عرفنا خلاص. يبقى تاني هجيب الجدول عشان لما نيجي نذاكر الجدول ده ما نتعبش. انا بدور على ايه في الجدول؟ سؤال بسيط، انا بدور على ايه؟ احنا دي اول جدول، اول صف ده كده، ده الايه؟ ده التعريف، وانا مش عايزه. طيب المثال ده اللي عايز ايه؟ يطبق، وانا مش عايز المثال. طيب الحكم هو ده اللي هذاكره، تمام؟ هو الجداول دي كده، الشويه دول كده. طيب الجداول دي برضه هلغي لكم منها، ده مش معانا، لان ده انتوا عارفينه كله. اي مطلق في الدنيا ازهار، واي مطلق في الدنيا ازهار، واي متباعدين ازهار، بس كده. يبقى احنا كده ما عادش معانا الا كام جدول؟ ما عادش معانا الا واحد اتنين بس، تمام؟ دول بس اللي معانا، صغير وكبير، بس كده. متماثلين صغير ومتماثلين كبير، متقاربين صغير ومتقاربين كبير، متجانسين صغير ومتكبير. يلا بقى حد شاطر كده بقى هسأله في الايه؟ في الثلاثة دول ويقولهم لي بسرعة. حد شاطر يسرق الإجابة. حد معك شاطر. سيدنا إن شاء الله، معك طيب ربنا يعيننا إن شاء الله، يا رب. يلا حكم المتماثلين الكبير. ربنا يعيننا إن شاء الله. متماثلين كبير بتفكر؟ كبير، أي كبير؟ كبير المتماثلين الكبير مولانا إظهار يا حكم شيخ. الإظهار ما عدا حالتين، ما عدا تأملنا حاجة. ومكنا. ماشي. طب شيخ خالد يلا حكم، جاهز يا شيخ خالد؟ جاهز جاهز. يلا حكم كذا 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 كبير، كبير إظهار يا شيخ. بس مش عايز إظهار. اي ما عدا بحالتين. ايه ده، ايه ده شيخ خالد بقول له كذا كذا كبير، يعني حاجه اسم معرفه كبير، قال لي اظهار. سبحان الله خلاص ما سالش إظهار. يعني ايه كذا كذا دي، ما هو هو عنده قاعده، اي كبير اظهار، بس كده خلص، تمام؟ طيب يا شيخ لو قلت لك ان كذا كذا دي طلعت متقاربين تقول لي ايه؟ اظهار في استثناءات ولا ما فيش استثناءات؟ إظهار طبعا في استثناءات، أربع استثناءات، اللام والراء بقول والقاف لك كبير، والكاف والنون. بقول لك كبير عفوا، كبير 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 إظهار يا شيخ، ما اظهار عدا ما فيش فيه. استثناءات. نعم، طيب متجانسين صح. كبير، متجانسين كبير اي كبير اظهار، ما تفكرش، بتفكر إظهار، بتفكر أي كبير إظهار. نعم يا شيخ. ما لا يا شيخ، تفكرش. ما بنفكر، طيب الكبير بس ده عم ما فيش نطلع استثناءات المتجانسين إلى خالص، سبع ما فيش، حالات. لا ما فيش فيه استثناءات خالص. الايه الكبير ده؟ الا بس في المتماثلين الكبير المتعب، المتعب متماثلين. في الصغير في استثنائين والكبير في استثنائين، تمام؟ دي المتعب بس. اما بعد كده لو بعدت عنه اي كبير اظهار، اي كبير اظهار، وتفضل تهز دماغك اي كبير اظهار، اي كبير اظهار. طيب تعال نجيب بقى الصغير، الناس بقى بتخاف من الصغير ليه؟ علشان الارقام بس. يلا ها متماثلين صغير شيخ خالد. ها ايوه، متماثلين في الصغير، جميع ما عدا في حالتين، ايوه الهاء مثل مالية هلك احسنت عن الثانية، احسنت بالإضافة إلى المد الطبيعي. احسنت. طيب متقاربين صغير، متقاربين صغير، اللهم صل على رسول الله، إظهار ما عدا ايوه في أربع حالات، ايوه الحالة الأولى اللام والراء، الثانية قاف والكاف، الثالثة النون مع أحرف يربطون ما عدا النون، لأنه يكون متماثلين، واللام الشمسية ما عدا اللام مع اللام. تمام. طيب المتجانسين، المتجانسين صغير إظهار ما عدا سبع حالات يا شيخ، الثاء مع لا ذال، لسه ما قلناهاش، الميم مع الباء. لسه ما قلناهاش، نعم. هنقولها هنقولها، تمام. نرجع بقى تاني بقى نعم. للمتجانسين، يعني ايه متجانسين؟ حد شاطر يعرفهم لي، احنا خدناها قبل كده. نفس المخرج يا شيخ، ايوه متفقان. هو البيت الشعري بيقول لك ايه؟ متفقان او عليه. يكون اتفق في مخرج، يعني متفقين يعني بيطلعوا من نفس المخرج، بس كده في مخرج دون الصفات، يعني الصفات مختلفة كلها، بس اهم حاجة المخرج متفق. حقق ده اسمه ايه بقى؟ متماثلين متجانسين، تمام؟
يعني متجانس حرفين متفقين في المخرج، المخرج واحد بس مختلفين في الصفات. يعني ايه مخرج واحد؟ اهو اهو، قال لي همزه وهاء، يبقى ايه؟ متجانسين. طيب عين وحاء يعني ايه؟ متجانسين. طب غين وخاء متجانسين. طب القاف والكاف حد يقول كده؟ دول ايه؟ متجانسين يا سيدي، لا ازعل منك على طول، متقاربين دول متقاربين. متقاربين. لسه واخدين من شويه القاف والكاف، ده بتطلع هنا وده بتطلع هنا، مكانين بعيد يعني مش نفس المخرج ولا حاجه. هنا القاف معذور اهي، لفت القاف معايا اهي، والكاف اهي، فين نفس المخرج؟ تمام، ده متقاربين. ده انا لفت جايبه في معايا مخي عشان والله. لخبطك. طب حروف جيش لقد وقعت متقاربين في ولا؟ الفخ، لقد وقعت في الفخ. اه وقعت في الفخ للاسف. حروف جيش ايه؟ حروف جيش جنب بعض، جنب بعض يبقى متجانسين. متجانسين صح. تمام، طيب حروف ضاء الطاء والدال والتاء، ها؟ متجانسين طب والسين والصاد وازاي؟ متجانسين الحروف متجانسين حرف النسويه كل دي متجانسات. تمام، متجانسات. طيب تعالوا بقى ناخد الا او استثناءاتنا بقى. ها الحكم بتاعنا احنا عارفين القاعده دي، عارفين دي صغير يعني ايه؟ يعني الاول ساكن والثاني متحرك. طب يعني ايه كبير؟ يعني الاول إدغام متحرك والثاني ايه؟ نعم. متحرك. طب يعني ايه مطلق؟ يعني الاول متحرك والثاني ساكن. تمام، طيب تعالوا نشوف كده. اف، فلما اف قالت دعا. طيب دي ايه؟ دي تاء. ودي ايه؟ دي ده. دي حروف ايه؟ نطعيه. احنا قلنا الحروف النطعيه بتطلع من نفس المربع، يبقى ايه؟ متجانس ولا متقارب ولا متماثل؟ متجانس متجانس. متجانس. طيب التاء ساكنه والدال متحركه، يبقى ايه؟ صغير صغير. تمام، طيب تعالوا هنا كده. الصالحات طوبى، التاء اهي والطاء اهي، بقيه الحروف النطعيه احنا عارفين ان هم دال وتاء وايه طاب وطاء. طيب الحروف دي كلها بتطلع من نفس المخرج، يبقى ايه؟ متجانس بس ده متحرك وده متحرك، يبقى متجانس ايه؟ كبير كبير. طب كبير تعالى نشوف شيخ. كده. افتاطو، افتاطو، تاطو، تاء اهي متحركه، تاء وطاء، يبقى ده ايه؟ تاء وطاء حروف نطعيه، يبقى ده ايه؟ تجانس متجانس. طيب التاء متحركه والطاء ساكنه، يبقى ده ايه؟ مطلق احنا دلوقتي عارفين، انا هسأل سؤال بس اللي يجاوبه ذكي جدا، احنا عارفين ده هو وده هو، صح ولا غلط؟ صح، قولوا صح معايا، نعم صح. نعم صح نعم شيخنا، لان احنا صح قلنا شيخ. اي كبير إظهار اه، إظهار إظهار واي مطلق في المطلق الدنيا كلها إظهار اه. إظهار إظهار لسه ايه؟ لسه الصغير. دايما الصغير في الثلاث مربعات عامل لنا مشكله، في المتماثلين ادغام ما عدا حالتين، في المتقاربين اظهار، إظهار حتى اربع حالات ادغاميه، في المتجانسين اظهار ما عدا سبع حالات ادغاميه. والان ودي نهايه حلقتنا، وهنجيب بس السبع حالات ادغاميه، ولو حفظناهم النهارده يبقى كده يعني الشكر لله. تمام، سبع حالات لازم نحفظهم صم. ايه بقى السبع حروف المتجانسين الصغير؟ دي مشكلتنا النهارده. اي صغير، اي مش اي حد بيرزق بطفل صغير بيبقى في مشكله في البيت، في مشكله الطفل صغير كل شويه عمال يعيط ويبكي ويزعق ولازم حد يشتال وحد يهتم بيه، هو كده عرفها في حياتك. اي صغير، اي صغير في مشكله. تمام، في مشكله، فالمشكله بتاعتنا هي الحفظ، هو رقمين، رقم اثنين في المتماثلين، رقم اربعه في المتقاربين، رقم سبعه في المتجانسين. واحنا خلصنا دول، لسه فاضل رقم سبعه هنحفظه دلوقتي عشان نخلص منه اهو. يعني ايه صغير؟ تاني اول ساكن والتاني متحرك. طيب حكمه ايه؟ اي حاجه من بعد المتماثلين حكمها اظهار ما عدا، تمام، لا طالما صغير ما عدا هنا ايه؟ متجانس، يبقى سبع حالات. هما السبع حالات، حروفك يا نطعيه، حروفك يا نسويه، حروفك يا شفويه. تمام، طيب هسأل سؤال، ايه الحرفين من الشفه اللي يعتبر نفس المخرج؟ حد ذكي بقى يجيبها، نفس المخرج الواو بالضبط. والفاء. مين ومين؟ ميم والباء يا شيخ. الواو ها ميم والفاء. طيب تعالوا بقى الباء والميم. نشرحها بقى، الشفه دي الوحيده كده نشرحها بقى، الشفه اهي والشفه اهي. هقول لكم حاجه، عارفين الشفه هيكلا كده هيكلا كده هيكلا، لو اتنين اتطبقوا على بعض هيجيبوا ايه؟ تعالوا، واحد عنده برد وواحد ما عندوش برد، اللي عنده برد هيقول في الحالتين اب، اما اللي ما عندوش الميم هيقول في والباء. الحاله الاولى اب والحاله الثانيه ام. ده نعم. سؤال يبقى اساله بعدين. يبقى الهيكل ده اهو، جربوا كده يلا، اب ام، اب
أم أم أب أم أب نفس أب الشكل، والله والله الذي لا إله إلا هو نفس شكل ضغطة الشفة، يعني نفس الشكل في الشفتين، أب أم أب أم أب أم نفس الحركة بالظبط، ما بتغيرش فيها حاجة. تعالوا كده نجيب الواو، أو هل نفس الشكل بتاع أب وأم؟ لا لا، ده أنت ضميت الحلقة. طيب تعالوا نجيب كده أف، ه الثانية العليا ه، يلا ه أف، هل نفس الشكل بتاع أب وأم؟ لا لا. يبقى إيه هما الحرفين اللي المخرج يعتبر تيبيكال 100% زي بعض؟ الباء والميم. يبقى إذا دول المتجانسين بس بالحروف الأربعة. احنا عندنا اربع حروف في الشفه، باء وميم وواو وفاء. الواو علشان تطلعها لازم تتحلق، لازم تعمل حلقه، ضم الشفتين حلقه. الفاء علشان تطلعها لازم الثنايا العليا تخبط مع بطن الشفه اللي تحت. اف. طب ما انت كده اشكال مختلفه اهو، يبقى فين المخرج ده؟ الباء والميم تطابق الشفتين فقط. بس كده. طب ما ده سهل خالص اهو، الاثنين نفس الحاجه، اب ام اب ام اب ام. امال ايه بقى المختلف ما بين الباء والميم؟ ليه ما قلناش فيهم تجانب تماسك؟ مين الذكي بقى اللي يجيبها؟ ايه المختلف؟ الميم لأن لديها مخرج من ايوه الخيشوم. احسنت، الميم معاها مخرج تاني بالاضافه للشفه. طب حد بقى ذكي، امتى الباء والميم يبقوا شبه بعض 100%؟ واحد عنده زكام. زكاة. كده هو ايه؟ عملنا كده ايه؟ لغينا الشفا الخيشوم، كده خلاص الخيشوم. البرد بقى والمخاط والسوائل اللي في الانف بتاعته خلاص كده. خلاص كده يقول لك انا عايز بنديل، ما يقولكش منديل، انا عايز بنديل، انا عندي ايه؟ عايز ايه؟ بنديل. ليه بنديل مش المفروض منديل؟ لان عنده خلاص ما عادش فيه ميم بقى، ما عادش فيه ايه؟ ما عادش فيه خيشوم، خلاص بقت الميم باء. تمام؟ تمام. تمام. يبقى كده عرفنا حروفك يا نطعيه، حروفك يا لسويه، حروفك يا ايه؟ يا شفويه. ولما اقول حروف شفوية. شفويه ما حدش يقول لي واو ويقول لي فاء ازعل منك. واو وفاء دول ابعد ما تكون، بعيده خالص، اشكال مختلفه واماكن مختلفه في المخرج. اما الباء والميم اب ام، يبقى حد بقى شاطر يجيب لي السبع حروف. حروف النطعيه هم ايه؟ الدال والطاء والتاء. احسن. طب يلا الحروف اللسويه. الظاء والذال والثاء. احسنت. طب يلا الحروف الشفويه المتجانسه. الباء الباء والميم. والميم. طيب الحروف الشفوية لو قلت لك بقى حروف شفوية ما بينها تقارب، ايه هم الحروف اللي ما بينهم تقارب؟ بقية الفاء الحروف. والواو. ايوه بقية الحروف، لان تقارب يعني مخرجين نعم. قريبين من بعض بس مش نفس المخرج. بقية الحروف الواو والفاء. تمام. اما لما اقول لك باء تمام. وميم باء وميم باء وميم، لازم تقول لي ده نفس المخرج، ده نفس المخرج. تمام تمام. تمام نيجي بقى هنا السؤال ده، ها ان ظلمتم ان ظلمتم، ها حد بقى شاطر، اول حاجه نقولها لما تيجي تحل اي سؤال من ده تبص على اول حرف وتاني حرف، ذال حروف وظاء، لسانية ذال وظاء، ده ايه؟ ها هل دول من متماثلين عارفين متجانسة شبه بعض؟ بالراحه بيحلوا كده متجانس يا طلاب. لا متجانس. لا، انا عايز حد بالراحه، حد العلم بناخده درجات ما بناخدوش كده قفص. هل ده متماثلين حرفين زي بعض؟ لا لا. يا شيخ. هل هم متقاربين؟ يعني ايه متقاربين؟ يعني حرفين قريبين من بعض؟ لا طبعا، ده لون لا، نفس هم من المخرج. نفس المخرج. ايوه حروف ايه؟ حروف لثوية. لسويه، ذال وظاء، وكان معاهم مين كمان؟ ذال الثاء. تمام الثاء. نعم. تمام يلهم ذلك. يبقى دول نعم. ايه؟ دول متجانسين. طب حد شاطر بقى، احنا بناخد العلم درجات، لازم لازم تحترم الاساس، لو ما احترمتش الاساس هتنسى. تاني حاجه، ده الاول ساكن والتاني متحرك، يبقى ايه؟ صغير يبقى صغير. متجانسين. صغير. احسنت. كده انت ايه؟ انت كده يعني متعلم، متعلم على اسس صحيح. طيب هسأل سؤال، اي صغير ايه؟ متعب. اي صغير متعب، لان في استثناءات صح؟ نعم. نعم. طب هنا الاستثناءات، اي صغير طبعا احنا عارفين الصغير ده على ثلاث اماكن، صغير لو هو متماثلين يبقى ادغام، صغير متقاربين اظهار، صغير متجانسين اظهار. المتماثلين ادغام ما عدا حالتين اللي هو ايه؟ ماليه والماده الطبيعي. المتقاربين اظهار ما عدا متقرر اربع حالات اللي هم أربع الايه؟ حالات. القاف والكاف واللام والراء والايه؟ والنون مع يرملون ما عدا بين النون والميم، والقاف والايه؟ وال الشمسيه ما عدا اللام. تمام؟ طب متجانسين ايه؟ ادغامها صغير في كم حاله؟ هو طبعا طبيعي اظهار بس هو الا في سبع حالات، سبع حالات. متجانسين سبع سبع حالات. حالات. يبقى احنا دلوقتي عايزين نحفظ الرقم ده، اربع حالات ادغاميه مع المتقاربين الصغير
دي الكلمة اللي هنعلم بيها كل حاجة، وسبع حالات إدغامية مع المتجانسين الصغير، تمام؟ عشان دي اللي لو أنت في ليلة الامتحان ومش عارف تذاكر كل حاجة، ذاكر الإيه السطرين دول. أربع حالات إدغام مع المتجانسين الصغير، مع المتقاربين الصغير، وسبع حالات إدغام مع المتجانسين الصغير. منهم المثال ده، إن ظلمتم، إن ظلمتم. هل أنا بقول إن ظلمتم ولا إن؟ على طول بتنقل من هنا لهنا على طول، تمام؟ إن تمام. ظلمتم. طب واحد بقى يقول لي أنا مش عايز أحفظ أي حاجة وعايز أقرأ بس كده صح، لو لقيت الحرف مش عليه حاجة شيله، امسحه بالأستيكة، تمام؟ يعني أنا قرأت قرآن أهو، لقيت الذال ما عليهاش أي حاجة، يبقى ده إيه؟ يبقى ده إيه؟ إدغام ده إدغام. أو إخفاء؟ طب لو لقيت أو إخفاء، أحسنت، بس إحنا هنا يعني الإدغام هو الإخفاء، بس إحنا بنقول نعم إدغام لأن الإدغام أقوى من الإيه؟ مرتبة أقوى من الإخفاء. الإخفاء. طيب لو لقيت نعم عليها رأس الحاء كده وبقى إيه؟ إظهار. إظهار، تمام؟ يبقى بقية الحالات بقى، بقية الحالات بتاعتنا، ما إحنا قلنا سبع حالات، بقية أي حاجة غير السبع حالات هتلاقي عليها إيه؟ رأس حاء، تمام؟ تمام. طيب تعالوا كده نجيب مثال كمان للمتجانسين، ها؟ تعال، أثقلت دعوة، أثقلت، أثقلت، أثقلت دعوة، تمام؟ أثقلت د، ما أقولش أثقلت ت ت ت، غلط. أثقلت أي حاجة مش عليها حركة، مش عليها أي علامة كده، احذفها، تمام؟ احذفها وأنت مغمض. أثقلت، أكنك بالظبط بتقول الكلمة دي. أثقلت، أثقلت دعوة، تمام؟ أهي، أثقلت دعوة. بعد اللام دال على طول، تمام؟ يبقى احنا كده عملنا ايه هنا؟ حد شاطر بقى كده، انا عايز حد شاطر يفتح المايك بقى، بس ما يكونش جاوب خالص. حد شاطر كده نعم شيخ، يجيبها لي. لا انت جاوبت كتير يا شيخ. ما جاوبنا الشيخ اليوم. طيب جاوب يلا، انا عايزك تجيبها او تشرحها لا كده. عم بمزح يا شيخ. الله، الله في كثير يكرمك. من الاخوه، يعني عبد الحميد، محمد الهلالي، محمود نصار، ابو علي الشامي. عايز حد ما يجاوبش خالص يا شباب يفرحني كده ويعلمني الطريقة الصحيحة في الإجابة، يعني حد يبتدي السلم من أوله، واحدة واحدة. معك شيخ، قول انا مع حضرتك يا سيدي، وريني بس تكون إجابتك حلوة كده، مع حضرتك يا تكون سيدي. بالراحة كده، بالراحة، واحدة واحدة، إحنا مش علماء، إحنا لسه طلاب، تمام؟ يلا، ده إيه ده؟ نعم، مين أنا، شيخ ولا الشيخ محمود نصار؟ اللي ما جاوبش خالص مين؟ تفضل حضرتك شيخ، تفضل حضرتك. نعم. اتفضل، ها، أتى اتفضل. التاء ساكنة تمام والدال متحركة، تمام وهو نفس المخرج. ايوه إذن أو نفس المخرج، إذن هو متجانس. ايوه الأول ساكن والثاني متحرك، إذن هو صغير. احسنت. حكمه ايه يا شيخ المتجانسين الصغير؟ حكمه الحكم ايه؟ الحكم 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 هو الإدغام. لا ازعل منك، انت كده بتنط على طول على القاعده. انا عايز اعرف لو جالك لك الشيخ وسام وقال لك المتجانسين الصغير، الحكم العام ايه؟ المتجانسان الصغير الحكم إظهار ما عدا سبع حالات، ايوه كده، وهذه ايوه من انت كده السبع شاطر، حالات. تقول لي الحكم العام هو اظهار ما عدا سبع حالات، ونظرا لان نعم التاء والدال حاله من الحالات السبعه اللي هي حروف نطعيه، تاء ودال وطاء، اذا فالحكم هنا ايه؟ إدغام. ادغام، تمام؟ انا كده بقى، انت كده طالب، طالب يعني بجد يقال عليه طالب علم، لما بيجي يجاوب بيجاوب بما فتح الله عليه من العلم، ربنا فتح عليك اول حاجه انت عرفت يعني ايه صغير أول ساكن، ده طبيعي، أنا بقى أنا أقسم على ذلك، أنا أول حاجة قلتها لكم في الدرس ده جبت لكم جدول صغير كده أهو، وقلت لكم لما يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك ده صغير، الحرف الأول متحرك والثاني متحرك ده كبير، فاكرين الجدول اللي أنا قلت لكم احفظوه في الأول من غير ما نعرف أي حاجة عن أي حاجة؟ نعم، هو ده أول حاجة إحنا عرفناها، يبقى أول حاجة تبدأ بيها هو ده. آه ده حاجة صح. صغيرة. طيب صغيرة إيه بقى؟ أصل في صغير ثلاث حاجات، متجانس ومتقارب ومتماسك. نبص، هل هو نفس الحرف؟ لا، يبقى مش متماسك. هل هم حرفين قريبين من بعض زي اللام والراء والقاف والكاف والحروف دي؟ لا طبعا. هل هو حرفين بيطلعوا من نفس المخرج؟ اه طبعا، يبقى ده ايه؟ متجانسين، متجانسين صغير. طيب ايه رأيك نجيب بقى كده، انت علمت المتجانسين الصغير يبقى اظهار ما عدا كام متجانس؟ حد يجاوب؟ نعم شيخ، ما سمعنا. متجانسين صغير إظهار ما عدا كم حالة؟ سبع سبع حالات، سبع حالات، ما عدا قولهم كده، سبع حالات. قولهم كده، هي في الأحرف النطعية والأحرف اللثوية والأحرف الشفوية، الباء والميم. أحسن، تمام. يلا بقى عايزين بقى نلخبطكم بقى، يلا ها أهو جايب لك هنا السبع حالات أهم،
وبيرتبهم لك اهو. يلا الباء اهي والميم اهي، يلا بقى حد شاطر كده، يلا مين؟ الشيخ خالد، يلا اقرا لي دي يا شيخ خالد وقول لي بالترتيب، انا عايز طالب علم مش عايز طالب دقيقتين وينسى كل حاجه. ها بالترتيب نعم يا شيخ. اول مثال وين ده. يا شيخ؟ اركم معنا. طيب بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم، ده ساكن ومتحرك وبدا ايه؟ هذا متجانسين صغير، بسبب أول متجانسين ساكن صغير. والثاني متحرك. ليه بقى نعم، متجانسين؟ متجانسين بسبب أن الباء والميم من نفس المخرج يا شيخ. احسنت، دول من نفس المخرج والاول ساكن والثاني متحرك، متجانسين صغير. طيب الحكم نعم، العام بتاع المتجانسين الصغير ايه؟ إدغام. ازعل منك. إدغام الحكم إدغام العام، نعم، الحكم الحكم العام العام، إظهار. عفوا أنا ما سمعت، ما الحكم العام إظهار ما عدا سبع أيوه كده، مواضع، أنت كده وهذا طالب الموضع، علم. أيوه نعم، وهذا الموضع من المواضع السبعة التي أحسنت. فيها الإدغام، أهو لما يحصل فيها نقرأها، إدغام. لما نقرأها يا شباب نعم، نقرأها إر إر، هنعرف إركم. دلوقتي ليه الراء دي اتفخمت، هنعرفها في حلقتها يعني. إر كم أهو، مفيش باء، وأنا بقى مش عايز أحفظ ولا عايز أذاكر ولا أصلا همني كل ده. لما الاقي الحرف مش عليه اي حاجه، ها الشيخ قال لي ايه؟ احذفه، احذفه خالص ادغام واقرا وكمل الجمله. اركم معنا، تمام؟ طيب حيث الشيخ ما قراش خالص ولا ايه ولا جاوب، ما عادش معانا الا دقيقه وهنقفل. مين اللي ما جاوبش؟ شيخ ابو علي الشامي ما جاوبش معانا خالص النهارده. نعم شيخ، من شوي كنت أحكي. نعم يلا انا عايزك تجاوب على السؤال ده اهو، قول قد بالراحه كده. تبين، قد تبين ايوه ايه ده؟ ايه بقى؟ الحرف الأول، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، إذن هو صغير، ايوه أو هو من الحرف النطية، إذن متجانس. ايوه متجانس صغير. نعم، والمتجانس الصغير إظهار ما عدا سبع حالات، وهؤلاء من السبع حالات، إذن هو إدغام. انت الوحيد لحد دلوقتي اللي جاوبت بما يرضي الله. شفت بقى؟ كلهم كانوا نعم بيقفزوا على الايه؟ على الادغام، على لا، المتجانسين الصغير، الحكم العام، اظهار ما عدا سبع حالات، وده حاله من السبع حالات حروف ايه؟ نطعيه.